بسم الله الرحمن الرحيم ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك
هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا واعف عنا بسر سورة الفاتحة.